مساكم الله بالخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في قافلة فسمع مرأة تلعن، فقال من هذه؟ قالوا هذه فلانة تلعن ناقتها. فقال فكوا اللي عليها وشيلوا الأغراض اللي عليها وأطلقوها، لا يصحبنا ملعون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهي ناقة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رفض أن تصحبهم لأن صاحبتها لعنتها. وتلقى بعض الناس يتهاونون بالموضوع لدرجة أنه يأخذونه على سبيل المزح، يعني يتغشمر، لا الملعون أو فلان، الله يلعن فلان، الله يلعن الشيء الفلاني، الله يلعن حتى الجماد، الله يلعن الراتب ما يكفي، الله يلعن هالسيارة أذيتني، الله يلعن هالبيت ضيج. إذا لعنت شيء حتى لو كان جماد، في شيئين ممكن يحصلون. الشيء الأول قلنا اللعنة حين طرد من رحمة الله، اللعنة شيء عظيم جدا لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض يصحب الناقة. فاللعن يؤدي إلى شيئين حتى لعن الجماد، إما أن الله ينزع بركة هذا الشيء، تنزع منه البركة لأنك لعنته، أو أن اللعنة تصعد إلى السماء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فتغلق عليها أبواب السماء إذا كان الملعون لا يستحق اللعن، وتنزل ترجع لصاحبها. فالملعون على سبيل حتى المزاح إذا كان ما يستحق اللعن، ترجع اللعنة على صاحبه، ويمكن الله عز وجل يقبلها ويلعن هذا الشيء ويطرد من رحمة الله، أو هذا الشخص ويطرد من رحمة الله، أو يلعن هذا الشيء فتزول منه البركة، أو مثل ما قلت لكم تصعد إلى السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث، وتغلق عليها أبواب السماء وترجع على صاحبها. فلا تتهاونون باللعن، فإن اللعن شيء عظيم وأكثر خطورة مما تتخيلون وتتوقعون. واللعن هو طرد أو الدعاء بالطرد من رحمة الله، وقال الرسول عليه السلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، فقد يوافق ساعة استجابة، يمكن تفتح لها أبواب السماء هذه الدعوة أو هذه اللعنة وتوافق ساعة إجابة. الطرد من رحمة الله يعني يمكن الله ما يرحمك حتى بالدنيا إذا ما كان بالآخرة وبالدنيا، أو حتى بالآخرة، يعني هذا هم شيء عظيم بعد. فلا تهونون باللعن، فإن اللعن شيء عظيم، والملعون يعني الواحد حتى يخاف يقرب يمه لأنه يمكن يحل فيه شيء وأنت يمه وأنت معاه. فلا تهونون بهذه المسألة العظيمة جدا جدا.